أهلا بكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. من كذا سنة انتشرت ظاهرة نظارات حفظ النظر. كنا بنتفاجئ بأشخاص يمكن يكونوا حتى ما بيعانوش من ضعف النظر لابسين نظارات وبيقولوا عليها نظارات حفظ النظر، ولما نسألهم حتى عن سبب ارتدائها يقولوا أنا ما عنديش ضعف نظر، ولكن بس أنا لابس النظارة دي عشان أحفظ النظر حتى ما يتعرضوش إن هم يعني نظرهم يضعف في المستقبل. وكانت كمان شائعة بين الأشخاص اللي بيستخدموا الكمبيوتر لفترة طويلة إن هم يلبسوا نظارات لحفظ النظر حتى لو هم ما عندهمش ضعف نظر. كمان في عدد كبير من الأشخاص بيرتدوا هذه النظارات بعد ما يعملوا عمليات تصحيح النظر، نتكلم عن الليزك أو الفيمتو ليزك أملا منهم في تفادي ضعف النظر مجددا بعد فترة من الخضوع لعمليات التصحيح. لكن فيعني ضربة قوية للمعتقدات دي لكل الناس اللي بتلبس نظارات حفظ النظر، قالت وزارة الصحة والسكان إن نظارات حفظ النظر من الأخطاء الشائعة المنتشرة بين الناس، وقالت كمان بيتم ارتداء نظارة النظر في حالة وجود مشاكل بالعين ولا يوجد ما يسمى بنظارة حفظ النظر. عشان نتابع تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتور أيمن صلاح الدين حكيم، وهو استشاري طب وجراحة العيون. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني أولا إيه مدى صحة الكلام اللي اتكلمت عنه وزارة الصحة النهاردة بشأن نظارة حفظ النظر؟ ده كلام مظبوط 100% طبعا، لأن كلمة نظارة حفظ النظر دي كانت بتتقال زمان لما يكون طفل جاي وبعدين هنلبسه مضطرين نلبسه نظارة نظر وأمه يجي لها انهيار ونقول لها معلش دي حفظ نظر فبتهدى شوية، لكن ما فيش حاجة اسمها نظارة حفظ نظر طبعا. وبعدين مش منطقي إن حد يروح يجي لنا، في ناس كتير بتجي لنا عشان تعمل ليزك او فيمتو ليزك او حتى الميه البيضاء بنعملها دلوقتي مع اصلاح اخطاء الابصار، ودي ناس بتبقى جايه عشان تخلص من النظارات، ومن ناحيه تانية ناس مش محتاجه نظارات نلبسها لهم لان النظاره هي نفسها ليها المشاكل بتاعتها. يعني بالنسبه لطفل صغير لابس نظاره مثلا، النظاره دي ممكن تعوره، بتبقى بتعوقه في اللعب بشكل او باخر، وممكن تعوره او تعور الام او الاب اللي شايله لو اتخبطوا. يعني النظاره برضو ليها مشاكلها، فما حدش بيلبس بس انا نظاره بس الا عايز لو افهم كان حاجه، فعلا يعني محتاج شخص لها. صحيح، يعني شخص نظره سليم تماما، مقاساتها بتبقى ايه نظاره حفظ النظر دي؟ ما فيش حاجه اسمها نظاره حفظ النظر. او النظارات اللي بيلبسوها حتى بيبقوا شايفين بيها كويس؟ يعني ما اكيد مقاساتها هتعمل خلل لو هو نظره سليم. ما فيش حاجه اسمها نظاره حفظ النظر. يعني هو ممكن تكون النظارات الخفيفه قوي اللي هي مثلا ناقص نص، حد عنده نص درجه استجماتيزم بتاع دكتور يديها له ويقول له دي حفظ النظر، بس يعني انا مش من انصار الموضوع ده، لان اللي عنده ناقص نص ده بيمشي من غير نظاره ويبقى شايف كويس جدا، والناقص نص ده ممكن يزود حاجه اسمها الدبس فوكس بتحسن قوه الابصار، يعني ما هو ما بحسش بيها خالص، بالعكس بتساعده في القرايه شويه. صحيح. فالأطفال الصغيرين احنا لو عنده استجماتيزم لحد مثلا ماينس ثلاث ارباع او ماينس واحد ما بنعملوش نظاره لو العينتين زي بعض بالظبط ومش فيش خوف ان في عين منهم تكسر والمخ يتعامل معاها ويرفض العين الثانيه، في الحاله دي ما بنعملش نظارات حتى اللي عنده استجماتيزم لحد ماينس ثلاث ارباع او ماينس واحد لو العينتين زي بعض، لكن لو في عنده بقى عين فيها وعين ما فيهاش بنخاف لحسن المخ يشغل عين ويرفض العين الثانية. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تحافظ على النظر من الضعف؟ هو يعني اكتر حاجة احنا بنحبها من ضمن الحاجات اللي بتجيب لناس مية بيضة بدري عدم لبس نظارة شمس محترمة فيها فلتر للالترا بايلوت في الشمس، لان من اهم مسببات المية البيضة التعرض للأشعة الضارة بتاعت الشمس الالترا بايلوت بكميات كبيرة، وفي نظارات شمس بتتباع رخيصه وتقليد وهاي كوبي وكلام من ده ما بيبقاش فيها فلتر للالترا فايلوت، وده بيضر العين لانها بتوقف الديفنس ميكانيزم بتاع العين. المفروض اللي بيطلع في الشمس النني اول ما تطلع في الشمس النني بتاع العين بيقفل علشان يحمي العين من الاشعه الضاره، لما بتلبس نظاره ما فيهاش فلتر من الاشعه الضاره بتخدع النظام الدفاعي بتاعت العين بتاع العين، والنني ما بيقفلش فبتخش كل الاشعه الضاره على العدسه تعمل ميه بيضه بسهوله، واحيانا بتاثر كمان على الشبكيه. فنضاره شمس محترمه بازازها الاصلي ويكون فيها فلتر للالترا فايلوت، لو فيها مقاس نظر يبقى لازم نتاكد ان هي العدسات النظر
اللي معموله غامقه عشان الشمس يكون فيها فلتر للالترا بايلوت، من ضمن الحاجات اللي برضو ممكن تجيب لناس او يعني تاجل الاصابه بالميه البيضاء شويه، المواد الفيتامينات الانتي اوكسيدنت اللي موجوده في الفاكهه والخضار الفريش، بالذات لو المريض هياخدها على معده فاضيه. يعني الحاجات دي لما بتتاخد على معده فاضيه الجسم بيستفيد منها اكتر بكتير قوي ما تتاخد على معده مليانه. طيب هل استخدام الكمبيوتر او التليفون المحمول لفترات طويله بيسبب ضعف نظر؟ بيعمل جفاف في العين جامد وبيسبب مشاكل في القرنيه. الدعك الجامد في العين من اخطر الحاجات، احنا ما بنحبهاش ابدا لانها من ضمن اسباب القرنيه المخططيه، وبتسبب حاجات تانية كتيره ممكن توصل لدرجه ان هو ياثر على وضع العدسه بتاعت العين، ممكن اجزاء من الحزام اللي ماسك العدسه من حواليها يبتدي يفك شويه، وتبقى يعني في مشاكل كتير بتحصل من الدعك الجامد في العين. الناس اللي عندها حساسيه في العين ممنوع خالص حكايه الدعك الجامد في العين، لان ده ممكن يسبب يدمر القرنيه بتاعت العين، واحنا عندنا في مصر هنا حالات كتيره قوي حالات قرنيه مخططيه بالنسبه لبلاد تانية كتير، احنا عندنا الحالات دي اكتر كتير، عشان كده مصر متقدمة قوي في علاج القرنية المخروطية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن صلاح الدين حكيم، استشاري طب وجراحة العيون، شكرا جزيلا ليك على متابعتك. شكرا جزيلا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان على متابعتكم لنا في هذه التغطية، وبالتأكيد تابعونا في تغطيات جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.